فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: هل آذن لزوجتي أن تتشارك مع أخواتها بشراء جهاز جوال لأخيهن الذي يدرس في مرحلة ثانوية، وهو جهاز ما يسمى بالبلاك بيري؟ يقول: هل يجوز لي أن آذن لها في ذلك واستخدامات هذا الجوال في محاضرة؟ لا، الجوال الذي فيه خطر على الإنسان لا يشترى، إنما يشترى الجوال المجرد للمكالمة فقط، وليس فيه، ليس فيه مثلا زيادة على استخدام المكالمات. اللي يجيب الأشياء المحرمة والأشياء الخطيرة لا يجوز بيعه ولا شراؤه. نعم.